اليوم عندي مهمة، رايح اكتشف واحد من اكبر مهرجانات اليوغا في العالم اللي يصير في أوبود عاصمة اليوغا في بالي. قريت ان هاي المهرجان هو اكبر مهرجان يوغا في جزيرة بالي، فصادني فضول هل هذه هو اكبر مهرجان يوغا في العالم؟ وقبل لا احد يعلق على هذه الوردة، ترى حتى الرياييل يحطون وردة بهاي الشكل، عندها نوع من الأهمية هذه الوردة في حياتهم وتقاليدهم. يلا. ما يحتاج تكون خبير عشان تعرف هالمعلومة ان الهند واندونيسيا يعتبرون من الدول الأساسية في عالم اليوغا. صراحة الشيء الوحيد اللي أعرف عن هاي المهرجان انه هو 4 أيام، لكن 4 أيام وايد بالنسبة لنا، فاحنا حجزنا تذكرة حق يوم واحد. تعمدت اني ما ابحث ولا شيء عن هاي المهرجان عشان نكتشفها مع بعض. يلا نمستي. ابدا لا تتوقع ان انا بكون في هاي الفيديو الخبير في اليوغا، لان ترى ما اعرف ولا شيء. وهذه الوردة اسمها فرانجيباني. الحين عقب البرتشة واليوغا في الصبح المزاج يكون ممتاز، المزاج يكون أفضل بعد إذا تسوون لايك وسبسكرايب. في البحرين تقريبا بشكل شبه يومي أنا أقطع 50 دقيقة بالسيارة من الجنوب للشمال عادي، حتى مو شرط يكون عندي هدف، ممكن أنا أروح بس أشرب شاي وأرجع. شاي كرك، شاي عامر. لكن الحين في بالي نفس المدة راح أقطعها من سمنيا لوسط بالي منطقة أبود. ما أدري ليش أحسها رحلة ثقيلة، يعني كنا رود تريب. ما أدري، يمكن لأنها في هاي 50 دقيقة اللي بتقطعها كأنك دشيت عالم ثاني من ناحية الطبيعة وشكليا وحتى أسلوب حياتهم كلش غير هناك. أوكي، أتوقع لازم أبدل ثيابي. ناماستي. Let's go. لا يغركم الحماس، من داخلي صدق كنت متوتر. خبرتي في الموتورسيكل في بالي يمكن اقل من اسبوع، والحين بروح منطقه بعيده في وسط الزحمه، لكن لازم ما نبين التوتر قدام الزوجه. شيء صعب في بالي، ما في قوانين حرفيا، خصوصا الموتورسيكلات ما يقفون حق ولا شيء، كل ما يروح رونج سايد ما في إشارة حمراء. كل دقيقة نوقف لأن نأخذ لفة غلط. وين؟ هاي؟ ني بيبي؟ بيبي كنا بيت؟ ياهل اللي ماشي مترسيكل. أنا ما أقدر أمشي مترسيكل. الله يحفظني بس ما يصير شيء. خلاص باقي 10 دقائق، والله تعبنا 10 دقائق في جوجل مابس تقول، ما تدري ان انا طيارة اصلا قبل. اللي استوعبته في وسط الفوضى، اذا اسمح لي ان اقول كلمة فوضى، لما تتناغم مع طاقة المكان تبتدي ما تشوفها كفوضى، وانما تحس روحك في وسط سيمفونية كبيرة ودقيقة وبالملي. فكل اللي عليك تسويه انك تكون من ضمن هالسيمفونية. واو والله حلو. هاي الريسبشن عجيب صراحة، وايد حلو. Reservation from yesterday يوسف؟ Yes. Okay, very good. هذه غرفة الفندق. طبعا أبود معروفة بالطبيعة، حرفيا كأنك وسط غابة. أمس هناك بعيد شفت سبال،
أو هاي الوردة اللي كنت مصورها في بداية الحلقة، شو حاطينهم هني؟ وهاي على فكرة رجل، ف واو شو الأشياء عجيبة الشجرة صراحة. أصوات الطبيعة هني وايد حلوة صراحة. سمعت مرة بالي كانوا معروفين أن النساء في بالي كانوا ما يلبسون ملابس ما يتغطون، فاليوم يمينا الفندق فهذه اللوحات راح تضين هني، فنوعا ما شكل الكلام صحيح، ببحث فيه أكثر. هذا الشيء أيام بالي من زمان تاريخيا، يعني مو أي وقت قريب كان. حشرات كل مكان جاك مع واحد هني. اثنين والله. شوف الحلقة الأخيرة كنت أقول عن هومستي. الهومستي هو هاي. Hello. How are you? Good. أبا كبار. Bye. Good. Bye. قاعدين هني يشتغلون. Hello. فوايد حلو المكان صراحة. هومستي اسمه. نفس الستايل كلهم هومستيز لاحظت في بالي. فدائما في الستايل البالينيز والنسوان كلها بس قاعدين يشتغلون. فحلو، أنا تعبت من سياقة الموتورسيكل فقلنا بنروح ماشي، مو بعيد وايد يعني 7 دقائق. أوكي وصلنا المكان. أتوقع إحنا عندنا تذاكر فما أعرف من أي صوب للأمانة. والله غريب شو صاير، وايد غريب. يوم وصلنا حق التذاكر اكتشفت أول صدمة، أقول أول صدمة لأن في صدمات وايد بعدين. عطونا الرسبند، إحنا الرسبند مالنا حق يوم واحد فقط لأن 4 أيام صراحة وايد. لكن تذكرة بو يوم فيها بعد نوعين، فيها التذكرة اللي داخلك الأماكن البرتقالية اللي هي تعتبر عامة، وفي مناطق الزرقاء اللي هي تعتبر مناطق الورشات. أنا كان عبالي يعني إن بنقدر ندش الورشات على الأقل نسوي يوغا، طلع لا ما يصير. بادفع حق الكلاسات قالت لي ما يصير، لازم تسوي هاي شيء من أونلاين من قبل. الموضوع جاد، يبي الناس يتكلمون وحاطين وراهم مكتوب press conference. أتوقع أن هاي المكان فندق، يعني شو هاي قاعد هني ف... أو في برشة بعد همشن برشة، أكثر شيء هال في البرشة. أنا ما فهمت البرشة قاعد تفتر، المكان كبير وايد. أو واو شنو هاي، واو يبين واضح إنهم وايد متعمقين في اليوغا والهندوزم بعد. هذين الناس لا ننسى إن ترى وايد لهم علاقة بالديانة الهندوسية اللي هي أساساً من منبع اليوغا نفسهم اللي هم الهند. أوه شوف ال سالاد بول. ترى إن هاي المكان فان تأخذ تقعد على الطاولة. الغريب في الموضوع أنا أحسهم كلهم كوميونيتي، كلهم يعرفون بعض، اللي جايين يحضنون بعض وهلاً شو أخبارك. واو شوف والله نايس، مركزين وايد على نقطة الفيجن النات فري الجلوتين فري كلها بلانت بيست. ها واو فيري جود، الأكل وايد تحسه هيلثي. ما ادري ايش قاعد يصير وراي صراحة، في واحد ورانا في الستيج، أنا ما أعرف وايد صراحة في هاي الأمور، بس قاعد يسوي ما راح لي صارخ. راندملي ما أعرف صار أنا، طلعوا من الطاقة السلبية فيهم. الحين الناس اللي موجودين بشيء غريب، كان كأنه خليط بين مهرجان تنكر، مهرجان أزياء، على مهرجان يوغا نفس الوقت. والله ما فهمت. لكن الحلو كان في الناس انهم بشوشين، يعني مزاجهم رايق، ما عندهم مشاكل في الحياة تحس. المزاج
المناطق العامة فيها نشاطات كثيرة مقسمينها على طول اليوم. قاعدين يرقصون سالسا لوهلة تنسى انك انت في بالي اصلا. الغريب في الموضوع ان المكان وايد كبير ففي وايد اشي قاعد يصير نفس الوقت. هني قاعد يرقصون سالسا وفوق هناك قاعد يسوون بريذنج وورك اللي تنفس. مكان ثاني قاعدين يسوون محاضرة. كل شيء موجود في هاي المكان. صج صج زحمة مو طبيعية لكن ما تحس فيها لأن المكان كبير وايد. فجوابا على سؤال هل هاي أكبر مهرجان يوغا؟ إذا بتاخذها من منظور أن أكبر تجمع من الناس يسوون يوغا في نفس الوقت، أكيد لا. في تجمعات ومهرجانات لليوغا أكبر من هاي بكثير، لكن كمهرجان كلي على التأمل والتنفس والاسترخاء أتوقع من أكبر المهرجانات. المكان في الصبح كلياً مختلف عن الليل. اللي يصير في الليل أن كل الورشات يخلصون ويصير التركيز على المسرح. طبعاً مو كولد بلاي أو حتى ميتاليكا، هذين فنانين عالم ثاني. كمية البصريات والأشياء الغريبة بالنسبة لي أنا وأفنان كان كبير جدا. عطانا كاكاو شوكليت، عطى كلمة وقالوا لهم لا تشربونه، فكلنا قاعد ينطر وبيشربونه مع بعض. سألت أنا تأكد قدامي ما في شيء، قال لي لا بس شوكليت. قابوس قابوس إذا جبوي Good morning. How are you? What are you making? Flour. Flour? Yeah. Nice. Thank you. Thank you. خلاص بنمشي من السكن. هندور البايك مالنا. في شغلة لاحظتها في الشوارع مالت أبود. إنه one way الشوارع. بس لازم تحاسب. الموتورسيكل يسوي أي شيء يبي هني في بالي. صدقوني والله العظيم ما في قانون يمشي على الموتورسيكل. هذه شوف هاي مخالفتين، رايح رونج واي ومو على ما لابسه هلمت. نهاية اليوم يمكن أقدر ألخص الموضوع نفس ما يقولون البريطانيين not my cup of tea. بس عشان أكون حقاني يمكن أنا عشت تجربة مختلفة سطحية شوي حق هاي المهرجان، لأن بحكم ما أخذنا ولا ورشة فيمكن السنة الجاية أخذ الورشات، لأن متأكد بتعطيني نظرة مختلفة عن المهرجان. وفي الأخير كن أنت بي يو. Again, basic.